احنا عايزين نكلمكم النهاردة بنعمة ربنا، مشغولين بالروح القدس. ايه عجبتني جميل قوي تقول كده، لاننا لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبة لنا من الله. لم نأخذ روح العالم، كأنه عايز يقول ايه، انتوا غير الناس دول، طبعا بيتكلم مش اي حد، قريبين جدا منه، لان في ناس قريبين في نفس الوقت قلبهم بعيد جدا، فبيتكلم الكلام دوت لكل انسان حس بوجود الله وقريب منه، يفكروا بالكرامة والمجد اللي هو مدهاله. لم تأخذوا روح العالم، أصل روح العالم في حسد، خصام، نميمة، في شهوات أرضية، في حاجات ملذات مش لها لازمة. روح العالم، العالم ليه روح تانية خالص. لم نأخذ روح العالم ولكن أخذنا الروح الذي من الله. طب عايز تقول إيه يا بولس؟ فهمها لنا هو قبليها بشوية، يقول إيه؟ فيكوا حد يعرف روح أخوه؟ قلبه في إيه؟ جوه مستخبي إيه؟ بيضمر إيه جوه؟ بيخطط لإيه؟ حد يفهم أخوه؟ أقرب واحد ليه؟ حد يعرف باباه ولا مامته أقرب ناس ليه؟ تعرفوا قلبهم في إيه؟ محدش يعرف، محدش يعرف الإنسان غير روح الإنسان الساكن فيه. ما كانش هو يطلع من قلبه يقول احنا ممكن نستشف، نلقطها، نخمن، نحسها، انت بتضمر كذا، انت بتفكر في كذا، بالذات لو احنا قريبين شوية من ربنا عندنا الحكمة يعني دي ممكن نفهمها يعني، لكن في أسرار من جوه مش ممكن نعرفها غير روح الإنسان اللي جوه. عشان كده بيقول إيه، سكن الإنسان مع الإنسان ما يفهموش. طب مين يفهم روح الله؟ مين يفهم الله؟ مش ممكن حد يعرف يفهمه، بس هو سهل لنا الموضوع، سهل الموضوع عشان نعرف نفهم الله. فادانا روحه، الروح الذي من الله لنفهم الأشياء الموهوبة لنا من الله. جميل أو كده، إيه رأيكم؟ ينفع حد فينا يقول لأخوه ولا حتى باباه ولا مامته خد يا ابني روحي عشان تفهمني؟ ده حتى لو قالها ما يعرفش يدهاله لأنها مش ملكه، ما يعرفش يطلع روحه ويديها لأخوه يقول له خد روحي عشان تبقى فهمني، عشان ما تزعلش مني، عشان لما زعق فيك ولا اضربك ولا اشخط فيك انا بأدبك وبحبك، خايف عليك، انا مش قصدي افكر ازاي الشر انت في مخك كده، لا، انا بزعق لك ولا بغضب عليك عشان عايز أدبك وأقومك، خد روحي عشان تفهمني. ما اقدرش وما ينفعش، ما عنديش سلطان ان انا ادي روحي لحد عشان يكشفني من جوه، لكن ربنا محبته لينا كبير قوي قوي قوي. يقول ايه؟ اعطانا روحه. ليه؟ عشان نفهم روحه، عشان نعرف ايه الحاجات الموهوبه لينا. نقول له طب يا رب ايه بقى هي الحاجات الموهوبه لينا دي؟ توهبت لنا ايه؟ برضك يقول قبليها بسنه وانها مره قبل كده قال انا وهبتكم حاجات لم ترها عين، لان الله مش ليه لون يشوف، زي الهوا كده مش ليه لون يشوف الهوا، ما تشافش، فالله روح. اعطيتكم حاجات لم ترها عين، حاجات فوق العين ما تشوفهاش، لم تسمع بها اذن، لان صوت الله وكلام الله صعب نميزه بالودن الخارجيه دي، عايزه ودن داخليه وقلب نقي عشان يسمع صوت الله. لم يخطر على قلب بشر، يعني الله مهما نوصف مجده وبهائه وحضوره وكرامته مش نعرف نوصفه،
لم يخطر على قلب بشر للذين ايه يحبونهم. عشان كده احنا بيحبنا، لما بيحبنا وميزنا عن بيت العالم قال لنا كده هديكوا روح الله لتفهموا الأشياء الموهوبة لكم من الله. نرجع تاني نقول له ايه هي الحاجات الموهوبة منك، يقول تعالى انا هاخدك كني طالع بيك رحلة سلم كده نتدرج مع بعض لغاية لما تفهم من الحاجات اللي انا مديها لك فوق الدماغ وعالية جدا. انا واهب لك حاجات حلوة قوي، فتعالى معايا نتدرج عشان افهمك ايه هي الحاجات الموهوبة ليك. انا مديك ايه كلمتين صغيرين قوي عشان نفهمهم، عايزة عمر طويل. ايه هم الكلمتين دول؟ يعني ايه خلاص، ويعني ايه نية الخلاص، ويعني ايه السماء واخدها ازاي السماء. صعبة قوي، مع ان كل الناس لما اخذ عندها دماغ وفلاسفة وحكمة وشطار جدا في الارض بيعرفوا يميزوا الصح من الغلط، يقولك التجارة دي فاشلة، المشروع دوت هيخسر، يعرفوا يميزوا. لكن مع ربنا مش عارفين نميز، لأن الحاجات الموهوبة لينا صعبة جدا. وهب لينا الخلاص، بس خلاص من الشيطان والخطية. مين فينا مصدق إن هو ممكن يبطل كل الخطايا اللي بيعملها؟ حد مصدق نفسه؟ حتى لما أقول لواحد بيعترف يقول لي ممكن، يعني ممكن أبقى كويس وأنا هرجع تاني زي بعض، ممكن فعلا ربنا غفر لي نسي كل حاجة. أيوة نسي، طب أنا هرجع تاني، طب زي بعضه. موهوب لينا الخلاص، مين نصدق لنية الخلاص؟ نختصر الموضوع بكلمتين صغيرين، في ناس فينا، أنا بتكلم على جوه الكنيسة مش لبرة، لبرة ده موضوع تاني، لم يأخذوا روح الله بل روح العالم. لكن اللي خدوا روح الله، في ناس فينا مهما يعمل الخطية مقدرش يستحمل، مقدرش، عايز يعترف، عايز يقول كلمتين، عايز يصفي، عايز ينام مستريح. مع اني مش بعرف ابطل الخطية وتعبان جدا، لكن مقدرش اقعد كده، لازم اقول. في ناس تانية عرفت السكة مننا برضك وبدأوا ينمو قليلا قليلا، بيحس بالنمو كل ما بيعترف، المرة دي أشكر ربنا أحسن من المرة اللي فاتت، المرة دي ربنا سندني أحسن من المرة اللي فاتت، بيحس بالنمو. الروح القدس شغال معاه يديله الحاجات الموهوبة من الله. هقدر أنميك، هقدر أخلصك. باستمرار أقول الشجرة المزروعة محدش فينا يقدر يلاحظ النهاردة طلعت ورقة زيادة أو طولت من الزيادة، ما شوفش بالعين، لكن طول ما أنا مثبت الشجرة وبراعيها وبسقيها بتنمو من غير ما أحس. وبعد كم سنة فاكر الشجرة دي من عمري، من عمر ابني، من عمري مش عارف إيه، كانت صغيرة جداً، بس لما تكبر بعد فترة نحس بيها. ده الإنسان اللي بينمو حتى لو هو مش حاسس، لكن حاسس إن ربنا سنده، فرحان بيعمل خطية لكن فرحان إن هو بيتوب وعرف إزاي يفرمل، حتى لو بيغلط تاني بس عرف إزاي يفرمل. في ناس تانية بقى المرحلة الثالثة اللي فينا برضه، دول بقى يعني مش عارف قامة عالية قوي، سكرانين بالروح، فرحانين بوجود الله اللي معاهم، وحاسين بقرب الله منهم وإيد الله اللي عملت منهم حاجة حلوة، وفرحانين بوجود الله لأنه أعطانا روح الله لنعرف الأشياء
الموهوبة لنا من الله. وهب لينا الخلاص، أنا أقدر أخلصك وعايز أخلصك ونفسي أخلصك، بس يديني فرصة أساعدك. مش أخلصك بس، أخلصك وديك بقى الحياة الأبدية، وعرفك على الله الذي لم تره عين، لم تسمع به أذن، لم يخطر على قلب بشر. أعطانا حاجات للذين يحبهم، لو حبني فعلا وطلعني فوق معاه هتمتع بقى بالجمال ده. حفظتوا الآية الجميلة دي؟ لأننا لم نأخذ روح العالم بل الروح، بل روح الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. لم نأخذ روح العالم بل أخذنا الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. آية جميلة قوي وكرامة كبيرة قوي. ربنا ادانا روحه عشان نتعرف عليه، ادانا روحه عشان نلتصق بيه، ادانا روحه عشان نقرب منه، ما نخافش ولا من خطية قوية ولا من تجربة صعبة ولا من حاجة فوق دماغتنا، لأنه ادانا روحه. بيقول لي بحبك، هخلصك، هديك الحياة الأبدية، هسمعك وشوفك وتعيش في حاجات لم ترها عين، لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هتدوق هنا ونكمل فوق. ربنا يمتعنا بروحه المعز ده، روح الموهوب لينا، وهب لينا حاجات كتيرة. يمكن قلت مرة الحاجات المواهب دي تبقى خاصة مش لكل الناس، ولكن النعم، اللي يطلب نعمة ياخد نعمة، اللي يطلب روحه ياخد روحه. فالنعمة بالطلب، والموهبة حسب ما هو يشوف للبنيان. فالنعمة هبة للإنسان، والموهبة عطية لبنيان كيان الإنسان، الكنيسة يعني، والاثنين متلازمان، الموهبة والنعمة. النعمة أطلبها والموهبة منه. فوهب لينا روحه لنعرف الأشياء الموهوبة لينا. ربنا متعنا بالنعمة دي، له المجد. تفضلوا صلاتكم.